الوزارة. الشوارع اللي غرقانة بالصفصفة، يبقى على الأقل احنا بنقدر نوصل خدمة لمليون مواطن إن شاء الله بقى بإذن الله. الخدمة دي الجهد والعرق والإصرار، بس قبل كده التوكل على الله توصل بإذن الله. شفنا فندم تجديد على شهادات مقاولين في موضوع في كوبري محرم بيه على إن شهادة مقاولين تحاول تنجز. اه طبعا هم هنا اشتغلوا الأول، ما كانوش اشتغلوا ورادي 24 ساعة، ما كانوش ولا الصحراء ولا محرم ولا دلوقتي شركات الكولات يعني حمالة الشغل ده بيفتح مجال الحمد لله لتشغيل. النهارده لما نشوف مشروعات طرق السيد الرئيس بيتابعها النهارده، كل مشروعات يشتغل. انت بتتكلم على 3200 كيلو متر بيخلصوا في سنه. بتتكلم على 230,000 وحده سكنيه النهارده بيتبنوا على الارض، كل دي فرص عمل. بتتكلم على استصلاح مليون فدان، بتتكلم على تكريك ربع مليون متر مكعب، لا 250,000 250 مليون متر مكعب، وحفر 250. طبعا دي كلها يعني طاقات، ودي بقى الحرب الشرسه ضد البطاله اللي احنا بنعملها. وبالتالي انا بربط ده بقى بالتعليم الفني. النهارده يصعب جدا ان واحد فني سواء معدة او شغال في الانشاءات او في التشطيبات او في السباكة او الكهرباء انتجده. فاذا توجه التعليم الفني هو الحقيقة الطريق الوحيد لناس البطالة. ردود فعل يعني رد الفعل على وش كل مصري، كل مصري رد فعله حاسس بالفخر، حاسس بالسعادة، حاسس بالاطمئنان، بيحلم واثق ومتوكل على الله ان مصر هتبقى اعظم دولة في العالم. شكرا لك. يحيى.